كنت تقولوا positive inotropic effect negative chronotropic effect
يعني ايه positive phenotropic؟ يعني great contractility فيطلع لك cardiac output عالية. يبقى الضربة بتاعته السيستول قوية، يبقى ايه؟ enforces systolic power، فبالتالي طلع لك cardiac output عالية. في نفس الوقت negative chronotropic effect يعني ايه؟ يعني بيقلل الهارت ريت. قال الهارت ريت ليه؟ لانه بيبطئ الدايستوليك بيريد، يفضل قاعد مستني يحصل فيلينج كويس، وبعدين يقوم ضارب ضربه جامده، وبعدين يقعد تاني، فالهارت ريت قل، لكن الضربه زايده. يبقى عندك كارديك اوتبوت عنيف، دايستول عنيف، اما دايستول لا برونفيت عشان يقلل الهارت ريت. نمرة ثلاثة بيزود الرينا بلاد سبلاي، طب فيها ايه بيزود الرينا بلاد سبلاي؟ يلا هيعمل دايوريتيك ايفاك. فيقلل البلاد بريشر. يبقى ده عندك بس في الكتاب لما كتبت البيت حته دايراتيك ايفكت ويقلل البلاد بريشر. خلاص ولا؟ طب الكلام ده كله لسه ما بدأناش الدرس بنيوت ما اللي هو ايه؟ اكشن. اول ما هو الاكشن بس حته دي اكشن تعميل التوكسيسيتي، كل ده كان كلام ثيرابيوتيك. اعمل ايه بقى جدول؟ هنعمل ايه؟ الاكشن مع الكلينيكال فيكتور الاثنين في نفس القعده. هدي عندك الاكشن وهدي عندك الكلينيكال بيكتشر. رشي من فوق وقولي لي قلتي ايه؟ بيعمل ديسبلينيا يبقى ليه كارديو فاسكولار اكشن. بتقولي ايه؟ ضيريه واخواتها يبقى ليه جي اي تي اكشن. ايه؟ دايبيتك يبقى ليه اي اكشن. بيعمل ايه؟ ديزلس يبقى ليه تي ان اس اكشن. ادي الاربعه مشيتهم من فوق. خلاص؟ يبقى الاربعه مشيتهم تيبيكال من فوق. ادي بقى ترجمهم كلينيكال بيكتشر. بتقولي لي جي اي تي نوزيا بومبينج كوليك دايريا، ما دام دايريا وخبط يبقى نوزيا بومبينج كوليك دايريا. خلي بالك البومبينج عندنا از ذا ايرليست مانيفستيشن. يعني ايه؟ يعني لو واحد عندك في بيتك بياخد ليزالس ورجع اجري بيه على المستشفى، ما تقولش جاسترو انترايتس ابدا. اعمل اكسكلوجن الاول للديجيتال التوكسيسيتي وبعدين نتكلم. يبقى اللي بياخد ديجيتال اول ما يرجع استرعب. قالوا لي مش ديجيتال شكرا، نبتدي بقى نتعامل مع البطنه والحاجات البطنه. خلاص خلاص يا جماعه؟ طب يبقى دي الايرليست مانيفستيشن. اوكي؟ طب بتقولي لي الاي فيجن، بيشوف الدنيا يلو او جرين فيجن، في روز او كوز افكشن، هو الثيوري مش معروفه عن اكستريم، بس في واحد دايما ديسكوتد الكلر فيجن، في ناس يقول لك عنده انكريست برسبشن من الرين دول، اشمعنى؟ مش عارفين. اوكي؟ في دكتور عندنا مشهور قوي جاله ديجيتال سكريبتي وهو بيدي محاضره. ده انا كنت بسمعها وانا ضغط فارما، يعني طبعا صور فارما وسمعتها بعد كده، يعني ها بيتداولوها الاجيال القديمه. على طول هو بيشرح قال لهم يا جماعه انا دلوقتي معلش هستأذن هقطع المحاضره، بس عايز اقول لكم حاجه ابتدي اعلمه عشان اوعى تقولوا فعلا الاجيال بقت اهو الدليل انا بقولها. ها؟ إيه عايز اعلمكم على حاجه، الديجيتال التوكسيسيتي من المانيفستيشن الخطيره بتاعته ان انا شايف انه مضرر دلوقتي كلكم خضر. العيال قاعدة تضحك قالوا بس افتكروا انا رايح دلوقتي الديجيتال التوكسيسيتي تشوف الدنيا خضر، فلو عندك حد بتاع ديجيتال بياخد ديجيتال في البيت وقلم، هي ما هي الدنيا اتفرت كده ليه؟ هو في تراب بره؟ لا الدنيا اتفرت، يبقى ده ديجيتال توكسيسيتي. خلاص يا جماعه؟ طب يبقى ادي الاي مانيفستيشن. تعالى السي ان اس عشان اخلص من السي ان اس مانيفستيشن. السي ان اس مانيفستيشن بيقول لك ديزلس وخواتم. ديزلس وخواتم يعني ديزلس دراوزنس، ها؟ مكيف، هيليك، مش عارفه ايه. خلي بالك الديجيتال مالوش سي ان اس. الديجيتال اساسا بتاع الهارت يلخبط في الهارت، الهارت ما يوصلش دم للبرين فالبرين يتيم. لكن هل له علاقه مباشره بالسي ان اس؟ لا. يعني لو دخلت وقلت لحد في الامتحان ديجيتال بيعمل سي ان اس، حتى بص احنا عندنا الطالب اللي يدخل اول حاجه يعمل سي ان اس في اي درس، في طلبه ايه هم حافظين كل التوكسيكولوجي ايه، وحتى طلبه سي ان اس سيميوليشن ذا ديبريشن، سي ان اس سيميوليشن ذا ديبريشن. ما ينفعش ابتدي رغم ان هو في سي ان اس اهو، بس ما ينفعش ديجيتال تقول سي ان اس اساسا. خلاص؟ يبقى ديجيتال الاول كارديو فاسكولار زي ما على السي ان اس. خلاص؟ لان هالك دراج نزلنا نقول اي حاجه في السي ان اس مش مشكله. اهمهم طبعا الكارديو فاسكولار عشان كده سايباها في الايه؟ كل انواع الاريتميا ممكن تحصل، ما تقولش اصل انا مش عارفه اقول احتمال جلع، لا
السجلة. قال السجلة دي عاملة لك جدول عندك في الكتاب كده، في عندك برادي أريتميا وفي عندك التاكي أريتميا، يبقى عندك حاجتين البرادي والتاكي. خلاص؟ طب البرادي أريتميا أديك من أول الـ SA نوت بالترتيب. ها؟ شوية وقفت بقت اسمها ساينس برادي كارديا. وقفت خالص بقت اسمها ساينس أريتميا. طب الكونداكشن دي مشكلة بقت إيه دي بلوك؟ هي دي برادي كارديا. يبقى بالترتيب كده. ساينس برادي، ها؟ ساينس أريتميا. وبعدين الكونداكشن إيه دي بلوك. تعالى التاكي رحت مقسمها لك إيه؟ عندك اتريوم فوق وعندك ايه؟ فنتريكولار تحت. الاتريوم لو ثابت يقولوا عليها تاكي كاردي. لو ثابت قوي يقولوا عليها فلاتر. لو ثابت قوي يقولوا عليها فايبريليشن. مش كده؟ بالترتيب تاكي فلاتر فايبريليشن. الفنتريكول لا لو ثابت شايلوا الاخوة. انا عندي شوية اكسترسيستول. زادت قوي بقت اسمها تاكي كاردي. زادت قوي بقت اسمها فايبريليشن. الفنتريكول ملوش فلاتر. كده؟ فانما الفارما يقولونا ذكر ملوش فرصة. اوكي؟ يبقى اكسترسيستول تاكي ايه؟ فايبريليشن. تفكر تفكير حتى عندك يعني. خلاص؟ طب. يبقى كده ايه؟ يبقى الكود بتاعت عندنا ايه بقى؟ هو ده ملك الكود. اوكي؟ طب يبقى ادي اكشن ادي كلينيكال بيكتشر دايما يا ولاد مصطفين عنوان ده كلينيكال بيكتشر الكود ده عشان ما حدش يقلق. ها؟ يعني احب كلمه كود ده من هاي عنوان. يعني بتقول كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر معناه ان انا هكتب الاكشن بس الجزء ده عنوان لوحده، اوكي؟ طب وصلنا للبوست مورتم بيكتشر، انا مش كاتباها بس ايه زي ما اتفقنا ايه في اي حاجه مش كاتباها بس بناء على الطلب، لكن في الامتحان لازم البوست مورتم بيكتشر يتكتب عليها. طب صاد زائد ساد زائد الثلاثه دي هو برين فاتنشيب بي ام زائد ايه كلينيكال بيكتشر. يلا يا شباب سمعت الديجيتال تريتمنت؟ مش تريتمنت خالص. اثرز او فيشرز في ناس تقول لي ما عمل جي ار تي ممكن اكتب جي ار تي كومبريشن واي نوت. خلاص؟ تيبت او تيبلت هو اقرب للديجيتال جميل يبقى ممكن الاقي في الاستومك تيبلت ان ذا استومك فايتو بانجكشن هو بيدخل ادمان الديجيتال برين عمل حاجه في البريك عايزه انا ما عرفتش كتير انا خلاص مش صحيح البريك دي ما كونجشن اوكي بس مش جاب اتريكس يعني وظيفه قضيه ولا كتبت الاشتراك كامل اتريكس كاس خلاص يبقى الاشتراك ملوش دعوه بالفاتجن تعالى بي ام تشينجز البي ام تشينجز عمل حاجه ذات اهميه هايبوثيزس مش عارفه ايه مش حاجة بتتأمل. بلس كلينيكال بيكتشر. لو سمحت ارجعت كلينيكال بيكتشر وشوف ينفع اقول حاجة؟ اه والله ينفع اقول ايه؟ افكتد هارت، هايبرتروفيد هارت مش الهارت ده كان بيتعالج بالديجيتال مثلا؟ يبقى ممكن اشوف ايه؟ افكتد هارت، دايليتد هارت، هايبرتروفيد هارت، المهم هارت. في مشاكل في الهارت. في قديمة لسه في الديجيتال. خلاص؟ دول الاحتمال. طب وصلنا بعد كده لايه بقى؟ ديفرنشال دايجنوزس مالوش ديفرنشال دايجنوزس، كاينتكس مالوش كاينتكس، ادخلي على الانفستيجيشن ونقفل على البريد. عشان قلنا بس قلنا سي ان اس انا معلماتي لما دام قلت حاجه سي ان اس تقولي دي ما تكونش نعم ما انا عشان كده قلت مش لازم نكتبها بس لو هتتلخص بتاعت دي ما تكونش واي نو تجري بلوك سبلاي تو ذا بريد يحصل ميكانيك ممكن تغير البيزنس ان هو يعني كبير عشان يكون جيت هارت فيلير؟ لا صح بس صح يعني خليك على الحاجات الاساسيه تمام لكن انت كلامك حلو يعني. طب تعالى الانفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن؟ اتفقنا خلاص بقى كبرنا خلاص. ايه بقى الانفستيجيشن بتاعنا؟ تيبل روتين انا مش عارفه مسمي ده ايه؟ نمره ثلاثه قلنا ايه بقى؟ البويزن. البويزن هو ماء الام عليك تمام؟ والكودوم ده مش كده؟ طب انت بتقولي لي البويزن اللي هو ايه؟ اه دوريني على الديجيتال ستاب. عارفه بقى هو اسمه ايه؟ يقول لك انا اسمي داي داي يبقى عمر ما هيزيد عن 2 نانو جرام برميلي.
بيقول لك الثيرابيوتيك دوز الاكتلاء الانسان 2 نانو جرام، لو زاد لا، لو زاد عن كده برميلي برميلي، لو زاد عن كده يبقى في توكسيك دوز، في توكسيكتي. اوكي طب حاجه كنقمة عليه كمان، انت بتقولي الكوتوزات ايه؟ الكوتوزات اريتميا، يبقى لازم تعملي لي اي سي جي عشان تشوفي كل الاريتميا بمختلف انواعها، البي ار والكيو ار اس ومش عارفه ايه، يبقى الاي سي جي هتوضحي عشان تظهر. ايه كمان؟ ما اللخبطه كلها كانت بسبب الالكترولايت، يبقى دور لي على الالكترولايت. الروتين الالكترولايت هنا هقول فيها ايه؟ اللي هي ماشي في الروتين او هنا، بس هنا بقى هقول فيها ايه؟ هنا بقى ما طلعتش روتين، ده انا بعملها روتين طلعت بتقول لي ايه؟ ديجيتال توكسيسيتي. طلعت ديجيتال توكسيسيتي ازاي؟ ان انا لقيت ان في لخبطه جامده في ايه؟ لخبطه جامده عندي في البوتاسيوم مينلي. بيبقى دايما انكريز هايبركيميا لانه اكيوت، ها؟ لو تكليت بوتاسيوم ده بيبقى كامل زي ما اتفقنا. يبقى لقيت الهايبركيميا. اول ما لقيت اكتر من 5 ملي اكويفالنت بير ليتر بعرف على طول ان في هايبركاليميا، حتى الخمسه يبقى هايبركاليميا. يبقى عملنا دايما على البوتاسيوم. خلاص؟ ده اكتر في بيقول لك اول كالسيوم والصوديوم، بس دايما عناية على البوتاسيوم الالكترولايت، وعناية على الديجوكس الليفل والايتيجي بتاع البوتاسيوم. اوكي يا جماعه؟ تعالي بقى اعالج، ايه التريتمنت اللي هعالج بيه؟ طبعا الاستمرار في الايجون بتاعته غالي 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 يكون. بص يا راجل احنا مش كاتبين دي 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 اربعه دي، زود لي خمس دي، هو ده الاستمرار في الايجون بتاعه، اسمه ديجي باين، بيمسك الديجيتالك او باين الديجيتالك، اسمه ديجي باين. يبقى حط ده ليه؟ في الاورال اول حاجه بتسالها لك ايه الانتيدوت بتاع الديجيتالك اللي بيمسك الديجيتالك، اسمه ديجي باين. ايه بقى التريتمنت؟ التريتمنت انا شغاله عندي خالص سبورتيف اند سيمتوماتيك، نمبر 2 اي سي جي، 3 لوكال انتي دوت، 4 دارك دارك ريمو كارتيوجن، 5 لوكال انتي دوت. مفيش حاجه. طب يلا يا دكاتره سبورت هيموت من ايه؟ هيموت من اريتمي هارت. يعني معلش معلش اشربه ايه اي بي سي دي؟ حد زود عليا الكلام. ايه الاي بي تي اللي مكتوبه عندك؟ مفيش لا اير واي ولا بريزنج ولا سيركيوليشن، مش كده؟ ما ينفعش اقول سيركيوليشن من شابتر 1، شابتر 1 كانت بتقول لي ايه ديجيتال، ينفع بقى ديجيتال بتبقى كاتبه، يبقى ما ينفعش الاي بي تي بقى اللي عندك. خلاص بس التصحيح احنا مزودين عليا شويه كلام، لا الاي بي تي غلط. اوكي؟ يبقى اول حاجه عندي الاريتميا ده حاجات اسمها الانتي اريتميك دروب. في ناس قالت لي بقول لك ايه؟ مش اللخبطه والاريتميا بسبب الالكترولايت؟ طب ما تعالجي لخبطه الالكترولايت. يبقى علاج الاريتميا بطريقتين، يا انتي اريتمي دراجز يا الكترولايت. الانتي اريتمي دراجز قالوا لي ايه؟ ادي الابل، ادي اتروبين، ما هو السيجارين دي جت وتت. خلاص؟ ادي في بعض من الناس يقول لك ادي بيتا بلوكر، بس انا مش بحب الصراحه. ادي البروكينا ماين، او بلاش بروكينا ماين، اديني بوينت احسن. ادي الفيني بوينت. ادي ايه؟ اعملي تيس ميكر للارض. ادي ايه؟ ليدوكين. هما دول الانتي اريزمي دراج، ثلاثه دراج وايه كارديو بيرتن، انك تظبطي الهارت ريت فتعملي تيس ميكر. يبقى ادي اتروبين او فينيتاين. الاتروبين دايما القطعيه مش الفاتيكال، ايه يبقى 1 2 ملي جرام وخلاص. اوكي؟ كل ما تشوفي اتروبين للعلاج. يبقى اتروبين فينيتاين ليدوكين بيس ميكر، هو ده الانتي اريزمي دراج. طب ظبطي لي الالكترولايت، اظبط الالكترولايت ازاي؟ قال لك لو عندك نقص في البوتاسيوم ادي بوتاسيوم كلورايد، لو عندك زياده في البوتاسيوم ما تديله انسولين بلس جلوكوز. ليه بدي انسولين؟ يدخل البوتاسيوم وجلوكوز جوه بتحجبي هايبوجلايسيميا، يبقى انت جلوكوز بتعلق فيه جلوكوز. طب لو عندك زياده كالسيوم، فاكرين يا دكاتره الاديتا؟ فاكرين الاديتا؟ ها؟ الاديتا كان بياكل الكالسيوم، بس خلي بالك اكتب عندك زياده كالسيوم مش هايبر كالسيميا، لا مش هايبر كالسيميا، هو زياده كالسيوم
الادب بيدخل ياخد الكالسيوم بتاع التيشو مش هايبر كالسيوم انكريت كالسيوم اونلي بقى تمام. يبقى انا كده ظبطت الصفات والسيمتوماتيك. عايزه تعملي ايه في شيء اعملي حد فاكر اللوكال انتيجين بتاع التيشو تاني الثلاثة الله ينور عليك الثلاثة بتوع النباتات بس اوعى تنسى اللي لازم المناط دي اكتب المداد ايش معنى بايل تو جودنم جودنم تو بايل بايل تو جودنم جودنم تو بايل البايل كان اسمه باربيتوري والجودنم كان اسمه ديجي تالت وواحد بيلف سايكل سايكلينج انتي ديبريسنت فاكرين انتيرو هيباتيك سيركيليشن الشلة اللي بتلف كده تفضل تلف وتنزل تلف وتنزل انا برضه وراها الجوادي اكتر الجوادي عشان تاكلها يبقى الان المداك النهارده لازم يتكتب عليني عليه كانت طالب في ذاك او حاجه اسمها بوليستيرامين زيها بالظبط ولكن احنا مسكين على المداك وماشي على المداك يبقى احتمي على المداك يبقى بقول الثلاثه برضه بس سيبهم المداك خلاص. طب تعرف انتوا تعرفوا ماشي وصلنا لسه الجواب كان انكي دول ايه الجواب كان انكي دول ده بيجي شور كونت لوحده بس لا انا ما هل اعلم عليها لا كل الدروس روان كل ما عادت ان هي وقفت من اول قلت له تعالي بقى الدكتور الانتيدوت اسمه ايه؟ اسمه دي تي باين الاسم الثاني ليه اسم ثاني اسمه فراجمنت اوف انتي باد دي جابتن سبيسيفيك فراجمنت اوف انتي باد. تعالي اول حاجه السورس بتاعه جايباه منين الدي تي باين ده؟ السورس بتاعه جبنا خروف جبنا خروف ورحنا حقنينه جبنا خروف ورحنا حقنينه بدي تي ثالث بس دي تي ثالث ما بعطل فيه قلب منه عشان يعملي انتي بادي ريأكشن راح رد عليا بانتي بادي ضد الديجيتال اخدت الانتي بادي ده التخين ده رحت فرتكته جراتكته غمره سميته فراجمنت اوف انتي بادي يبقى هو ده السورس بتاعه ديجيتال مع القلب من جوه الشيب رد عليا بانتي بادي فرتكته فراجمنت اوف انتي بادي. طيب سؤال نمبر 2 ليه فراجمنت؟ ليه عملتيها فراجمنت؟ عملتها فراجمنت عشان تبقى ايه دي باس ثرو ده تو بيوز اوف ذا كيدني عشان ما تتسدش يبقى عملتها للمنظار عشان تعدي بسرعه عملتها فراجمنت عشان تبقى لاب اميونوجينيك للعيانين ما تعملش الرجيك مانيفستيشن يبقى ده سؤال جيب ريزن ليه ما نديش انتاكت جيب ريزن فور يعني انا حطاكي تاني مش هتعرفي الليبنت بتاع الفراجمنت اوف انتي بودي بدل انتكت انتي بودي انا كنت ممكن استخدم انتكت انتي بودي استخدمت فاجمنت تشيلي بلاد ايونوجينيك لاس الرجيك وكمان ايه دي اعتقد الشوزه الكميه خلاص. طب يبقى ده اول سؤال فيه الصور. ثاني سؤال الدول بتديني دوزه قد ايه؟ فاب 40 الفايل بتاعه 40 ملي جرام الامبوله 40 ملي جرام بديله كام امبوله؟ قال لك اكوردنج احسبي بشويه ايكويشن مش عليك كاندر جراد لينا حسابات كده نكتب التوتال بودي تشوك النرف البوت عليهم طب لكن انت اعرف بس الفاب 40 الفايل بتاعته كنت بديله كام؟ معرفش احتمال واحد احتمال اكتر. طب نمره ثلاثه نمره ثلاثه ايه الانديكيشن؟ ثلاثة الانديكيشن بتاعتي لو لقيت سيفير تاتي او سيفير برادي لو لقيت اريتميا سيفير تاتي اريتميا او سيفير برادي اريتميا دي بلوك دي لازم تمشي. لو لقيت ايه كمان قلنا لو البوتاسيوم معدي اكتر من 5 مللي ايكوفالنت بالليتر البوتاسيوم عنده هايبركاليميا قلنا لو لقيت الديجيتال طول عمره ثيرابيوتيك دوز 2 قال لك لو عدى اكتر من 10 ها لو عدى اكتر من 10 اديله على طول 10 نانو جرام بير ملي اديله على طول. خلي بالك 10 للكبار لكن 5 للاطفال. يبقى تاني انا معايا شويه جرعات معايا شويه جرعات الديجيتال او الديجيتال طول عمره ضايع ده 2 نانو جرام بير ملي ده جميل
قالت لو لقيتيه 10 يبقى كارثه. الكلام ده للكبار، الاطفال دايما بص الجرعه خمسه، ها 10 نانو جرام بالمللي وده خمسه، اوكي؟ ساعتها ده سيفير توكسيسيتي، اطفال وكبار ادي اطفال، اوكي؟ او لو لقيت هايبركاليميا، الهايبركاليميا خمسه، يبقى في الديجيتال عندي 2 و5 و10 دي خلاص؟ طب يبقى 5 و10 دول الديجيتالس نفسه، الديجيتالس الدم. قالت بالمره لو اخدت ديجيتالس نفسه 5 مللي جرام و10 مللي جرام، يعني لو اخدت اقراص وصلت ل 10 مللي جرام ديجيتالس الكبار يبقى 5 للاطفال، لان ده في الكبار مالكين دعوه بالاطفال. يبقى ال 10 دي يا اخدت تابلت 10 مللي جرام مره واحده، يا اما لقينا الديجيتالس عندك في الدم 10 نانو جرام بالمللي، ده للكبار، الاطفال ما بتصحش جوعها. فدي احنا محتاجينها ليه؟ ليه دايما نقول انديكيشن؟ فتدي اي واحد يشتغل في الست الخبطيه، قالوا لي اي مامتي قالت لي اديله ديجي بايند، هو لازم ده لازم الديجيتال اطلع اعمله، لان الديجي بايند ده غالي. علاج الديجي بايند بايند كده بتوصل 10,000 جنيه. فما ينفعش انا في مركز حكومي اديلها لازم، ما فيش وانت عارفه هو ده الامر. فلازم اتاكد ان الانديكيشن ده الراجل ده معلش حكومي عشان اطلعه. خلاص؟ طب واحد يتسرق. طيب اخر حاجه بقى الاكشن، عايز اعرف الدي جي بايند انت مهتميه بيه وجميل ويجنن طبعا سحر الديجيتال ستاتستيك، ايه ايه الاكشن بتاعه؟ الاكشن بتاعه كلمه جميله بس بتحمل كلام كتير قوي. ريفرس تيشو بايند، ريفرس تيشو بايندينج. في الاول يسالك يعني ايه الجمله دي؟ لو قلت لها الباك جراوند كده بيقفوا فيها، يعني ايه ريفرس تيشو بايندينج؟ يعني الديجيتال طول عمره قاعد في بيته، قاعد في بيته هو مين الكارتر سيلز. هيجي الديجي مايند يقفله هنا، يقول له ده انا بايندينج يو، ده انا حبيبك، ده انا اللي همسكك. فيعمل ايه الديجي مايند؟ الديجي مايند ده قادر انه يخش البيت يشتغل على شويه الديجيتال الضباط اللي هنا، شويه اللي بالظبط. فيعمل ايه نمبر 1؟ نمبر 1 اول ما الديجي بايند، اول ما بلاش ديجي بايند بقى اقول كلام على طول عشان تبقى فاهم، اول ما الساب يشتغل بيشتغل في الدم فيقلل الديجيتال اللي في الدم، يقلل البلاس ديجيتال مارتين، بيقلل الجيل اللي بره. يبقى نمره 2 اقول انت كونسنتريشن جريدينت، ده اللي بره هيقل والجوه يا اخوانا زايد، يحصل ايه؟ يبقى الديجيتال اللي في الهارت اللي في الكارديك ماسل يروح للبلاد اكوردنج تو كونسنتريشن جريدنت، يروح على البلاد. طب ده اللي احنا عاوزينه. ويقوم الديجي بايند يمسكه وينزله في اليورين. يبقى عمل ايه بقى؟ بص الكلمه، الديجيتال يا اخوانا طول عمره داخل جوه، داخل جوه الخلايا الكارديك. دلوقتي الديجي بايند خلاه ريفيرس، عكس وخلاه يخرج بره، ريفيرس التيشو بايندينج، بدل ما بيدخل يعمل تيشو بايندينج عكس وخلاه يخرج، عكس البايندينج خرجه للدم، بدل ما داخل يعمل تيشو بايندينج عكس البايندينج خرجه للدم واخده في اليورين. مفهومه يعني ايه ريفيرس التيشو بايندينج والميكانيزم كونسنتريشن جريدينج؟ دي حاجه عيني عينها دي لازم تتكتب وفي الاورال. يعني ايه ريفيرس التيشو بايندينج؟ الديجيتال طول عمره بيدخل الخلايا بتاعت الكارديك سيلز عشان تشتغل. صح كده؟ بيدخل فيها. المرة دي هتلاقيه خارج كده. ايه اللي عندك؟ ها؟ ليه خرج العكس؟ عشان الديجي بايند هنا واقف بياخد الديجيتال في الدم وينزله في اليورين. فقلل الديجيتال اللي في الجلد. يبقى كل تو كونسنتريشن جريدينت اللي جوه زايد واللي بره قليل. صح؟ اللي جوه زايد، مين اللي جوه؟ الديجيتال اللي جوه زايد واللي بره قليل، فالديجيتال اللي جوه هيخرج للي بره. يبقى كده بدل ما كان بيدخل الديجيتال كده بقى بيخرج كده. يبقى عكس الشغل. مدرك؟ بجد؟ عجبني؟ طب يبقى الديجيتال خلصناه، نعمل بقى جدول الكوكين مع الحشيش. علاقة مختلفة؟
ملوش علاقة بس علاقة احنا خمسة سنوات. هو تعالى الدكتور طب منك مختلف يعني تأمير قوي. هي علاقة دي علاقة انهم عليك بالمعنى. ده علاقة يبقى الحشيش دي احلى حجمة. خلاص
الماريجوانا ميكسد بتاخد من فوق ومن تحت. الماريجوانا او طلعت كلمة مكسيكية عشان طلعت من المكسيك اسمها بلاتر بيرسيلينج يا استاذ سعيد يوفوريا. يبقى ده السورس واليوز. لا اليوز لا اليوز ما عندوش غير اليوز واحدة يوفوريا يدي السعادة او جد يعني عمل ده مش ده يسعد الناس او هو يتهيألهم كده. الحشيش اولاد لو الناس قالت انتوا اساسا ربنا بيخلق كل حاجه يا سبحان الله ده السيفون بتاعته اللي اتعمل بيها عارفين الغوص والدمار والحاجات دي هو اساسا مصنوع على كده لصناعه كده. فيعني ده احنا ممكن نبقى مفضلين للغوص والدمار وكده في العالم بس المشكله ده اول ما ينزل في الارض على طول بيتقلب لشرب على طول عشان كده الداخليه على طول بتعدمه. ما ينفعش بقى تقعدي تقول لهم مشروع مش مشروع يقول لك مشروع مين ده اول واحد هيزرعه هيبقى هيبيع ما تقوليش. طب تعالى الكوكين بقى. الكوكين خارج من نبات اسمه ايه؟ ريترو زايلون. بلاش قول كوكا بلانك خلاص. كوكا بلانك ايام زمان كانوا بيحطوا هما سموا كوكا كولا ليه؟ كوكا كولا عشان كده ايام زمان بيحطوا كوكين. نقول الرتب ادمنستريشن بقى الكوكين اليوز بتاعت الكوكين اليوز بتاعت الكوكين برضه يوفوريان ها يوفوريان بس هو بقى اللي بيستخدموه الايام دي بقى كدوبينج درامز زي الامفيتامين دوبينج درامز اللي هم بتوع الاسيرس الستيمولنت تحركوا الكريت فاميليا نوت كواليتي تجاريه في السباق تجاريه ها المفروض طبعا بتوع الانستيزيا كلوكال انستيزيا وسبانال انستيزيا ولكن هو مشهور طبعا الكوكين ان هو يوفوريا وبرده للاديكتنج دراج الحاجات الاديكتنج دراج خلاص بيزود الحركه بعملوا ابحاث على النحت ادوها كوكين لكنها حلوه منظر انا ضايع واول ما وقفوا لها الكوكين نايمه ثلاث ايام نوم لكن كانت حركه ان انها فعلا نجيب كوانتيتي اوف ورك فكان يعني رقص جميل. نقول الرتب ادمنستريشن عشان تبقى عارف بس ده ايه وده الروت اوف ادمنستريشن يا اولاد الحشيش طبعا بيبقى سموك في السجاير او في الشيشه او في الجوزه او كده او بيتاكل نعم حشيش او انهيل وانجسد بالقهوه والشاي وكده سموك يعني لفوا السجاير انهيل شم الهب واللي طالع منه لو على مؤخرة كده بيعملوها المدمنين كتير بس مش هتلاقيش هم بيجيبوا بعض حاجات رخيصه يعني لا حاجات غاليه زي الهيرون والحاجات دي يعملوها زي شمة جماعيه يعني احنا ما عملناش في الهوت وجبت تخبيه و50 جنيه يعني احنا قفشوا مع بعض بقى 3.50 ماشي ويدخلوا حمام عشان تغمم ويولعوا يبقى وصلهم كأن شموا بالظبط فدي بيبقوا توفير يعني مع بعض او في حاجات تعالى الكوكين الكوكين نفس الكلام يا ولاد نفس الكلام بس بدل انجكت بقى مع الهيروين الكوكين خطير لما بيبقى انجكت والسنيكينج يعني هو انهيلز وسموك وايه السنيكينج بقى تحطي البودره وتشميها كده تمام طبعا بيطلع حاجات جديده يعني كعربيان المسلمين قبل الكورس تنزل عندهم طبعا لو ايه الكورس واليوزر
الكايناتيك مش عليه كايناتيك انت فاكره بس من الحشيش بيوصل للبرين بسرعه يعني عايزه اقول لك تاثيره للبرين انه ليه بسرعه بس بيوصل للبرين بسرعه دي معلومه يعني من ذاتها اهميه لو قلنا ديفرنشال دايجنوست نتيجه ديفرنشال دايجنوست ادخلي على الكونديشن اوف فايزنج ايه الكونديشن اوف فايزنج بتاعتنا طبعا واضح من الكلام ان الاثنين مينلي اكسيدنت او يكشف ريسايدل واحد اصلا من حياته وعايز يزود ايه الجرعه زياده او كده تمام لكن هو مينلي اكسيدنتال اكسيدنتال ما ينفعش طبعا اقول للتشيلدرن صعبه يعني ولكن اقول اعمل ماشي الاثنين ماشي اقول للثيرابيوتيك للكوكايين عشان الاناليزيا واي نوت الحشيش على فكره برضه هو ناس انتي ايماتيك ولكن مش مستخدم قوي ده يعني على ما احنا انتي بالك معدل الاورام بس لا مش للدرجه يعني ان احنا بنستخدمه كتير يبقى ادك والثيرابيوتيك فاكر ادك امبارح المنزول ما ده الخلطه بتاعت الحشيش اوكي طب ندخل بقى على الكلام الجاد في الزوز وفي تاثير البرد مش عليه ندخل بقى على الاكشن كلام الجاد اتفقنا ده كان بيقول مين وده كان بيقول مين يبقى اقف بقى ده على طول بتاع كان بيقول مين زي الاساتذه بالظبط ليه؟ لانه انكريز الريليز وديكريز الابتيك وايه كمان؟ وماو انهبيتور يبقى ثلاث حاجات انكريز الريليز ديكريز الابتيك وماو انهبيتور هتلاقي الاساتذه من بعيد فيه نفس الكلام يبقى ده بيشتغل عن طريق زياده الكاتيكولامين ده لاكشن الاكشن الثاني بص من فوق بيعمل كيوتينيوس انستيزيا بريفرال يبقى بريفرال بيعمل انهبيشن للسنتري نيرف اندنج بيأثر على الصوديوم شانل يعني مش لازم انهبيشن للسنتري نيرف يبقى انا خدت الاثنين من ايه الكاتيكولامين والكيوتينيوس انستيزيا هما دول الاكشن بتوعهم بيزود الريليز ويقلل الابتيك وماو انهبيتور فعشان كده بتزود شركه الكاتيكولامين كلها خلاص الكيوتينيوس انستيزيا ان انهبيشن للسنتري نيرف اندكس او الصوديوم شانل تعال بقى ده اخر كلام واحدث كلام قال الكاتيكولامين برضه دي بس مهمتك بس في كلام في كلام يعني ايه؟ قال خلي بالك ده ميكشر من سي ان اس ستيميليشن وديبريشن اكوردنج تو يختلف من شخص لشخص قال لك اه اكوردنج للمود بتاع اليوزر اللي بيستخدمه المود يعني انت لو فرحان وخدت حشيش هتفرح اكتر لو انت مكتئب بيتقبك زياده يبقى اكوردنج للمود هيمشي معاكي اكوردنج لايه؟ اكوردنج للبرسوناليتي انت على طول مبتسمه ومتفائله في ناس على طول بتضحك وفي ناس على طول كئيبه اكوردنج للبرسوناليتي البرسوناليتي هي اللي هتحدد انا رايحه فين اكوردنج للبريفيس اكسبيرينس بتاعتك يعني انت اول مره تشربي سيجاره حشيش هتبقي عاليه قوي لكن لو عاشر مره ولا بعد شهرين ثلاثه فدي ده كيلو وان بالنسبه لي فاكوردنج للبريفيس اكسبيرينس بتاعتك اكوردنج انت جايبه انهي ضربه حشيش مغشوش ولا مغشوش سليم قصدي مغشوش ولا حشيش نظيف طبعا حسب النوع النوع برضه بيأثر بالكونفجريشن بتاعك التست ماين تست ماين كمان النوع يعني انت عايزه تقنعيني ان شويه العيال بتوع اولى اعدادي تاني اعدادي دول بيشربوا حشيش دول بيشربوا بتاع حنة على مش عارفه ايه بس هو ايه السوق يقول لك مجريات يعني متطلبات السوق متطلبات السوق انت حبيبي مطلوبك من بابا كام؟ 2 جنيه بيعملوا لك سيجارة على قد ال 2 جنيه بيبقى فيها ايه؟ نقطة مش حشيش نقطة ظن دول والباقي كله الكلام الكلام ايه؟ حنة على خليط عطارة على خليط والواد يقعد شكل نفسه متصرف بلاستيكو ايفاكت طبعا ولا اي ايفاكت خالص يعني بيديها للحيوانات والفار والبتاع قاعد كل والارنب والبتاع مفيش حاجه لكن الحشيش القصري ده غالي الحشيش بيجي من بلاده يعني ده غالي لكن المانجو والحاجات بتاعت الشباب اللي في البتاع دي مور ديتيريوريتنج ايفاكت بس الديتيريوريتنج ايفاكت على الكلى لكن هل ده بيعمل يوفوريا قلت لك لا خالص كيوتينيوس انستيزيا اللي تحت مش السنتري نور فوق كاتيكولامين بيزود الريليز يقلل الابتيك وماو انهبيتور يعني في النهايه كاتيكولامين طيب
نيجي بعد كده بقى خلصنا الاكشن ادي الاكشن بتاع الكلينيك فيكشر ايه الكلينيك فيكشر بتاعنا والكلينيك فيكشر بتاعنا هاخد من فوق برضو هعمل اول حاجة انت بتقولي لي كاتيكولا صح كاتيكولا مين يعني حيث قليل دي ان اكشن دي ان اكشن ودي بي اس اكشن دي ان اس ودي بي اس وبتقولي لي ايه كمان نمرة ثلاثة الكولون والبلادر يبقى ادي الاكشن بتوع الكولون والبلادر ودول بتوع الكاتيكولا مين طبعا اللي بيأثروا عليه طب هنا بتقولي لي كاتيكولا مين يبقى سي ان اس اكشن سي بي اس اكشن وبعد كده نمره ثلاثه انستيزيا يبقى لي انستيتك اكشن وقلت لي نمره اربعه ايه يبقى لي رينال اكشن هو ده الكلينيكال بيكتشر يعني هنمشي عليه السي معاك السي بي اس هتبهم دلوقتي ما دول بتوع الكاتيكولا مين خلصيني من دول الكولوم والبلازما أصل إيه؟ يقولك اللي بياخد حشيش دايماً increase every time على طول مرفوع لمين للشوجر يبقى دايماً عنده هايبوغلاسيما فتلاقيه مرفوع عايز ياكل حلويات خلاص؟ وبيأثر على سبايسي سنتر بلادر عنده يورينا بالتريتمنت عايز يدخل حمام كتير تعالى بقى للكوكين عنده anesthetic effect بيجيب cold and pale skin خلي بالك بقى هو بيعمل انستيزيا بس احيانا يعمل حاجه اسمها كوك بيرن ايه الكوك بيرن كوك يعني جاب الكوكين دلع الكوكين كوك كوك بيرن لو هو جاي يعمل انجكشن لنفسه نزل سطح تاني تحت الجلد يعمله زي حروق او نكروزس خلاص فاسمها كوك بيرن اوكي فهو بيعمل انستيزيا حلو لكن لو ها لو اتعمل غلط او نزل سطح تاني حصل يعمل لك ايه وعلى الجلد يعمل لك كيوتينيس نكروزس فكفر صح ايه الرينال دي؟ الرينال دي قالك بيعمل فيلير بيعمل فيلير ليه؟ من ليه؟ عشان بيعمل حاجة اسمها رابدوميوزيس هتعرفي كمان حبة ها؟ انه بيكسر عضلات زي اللي بتكنين امبارح بيكسرها ليه؟ لانه بيعمل كتير كونفرجنس وهايبرثيرميا الكاتيكولا دي بيعمل هايبرثيرميا فيكسر العضلات تعملت مايوجلوبين في اليورين فيعمل بينا تاني بعض الناس قالت كمان عشان شوك لا مش مشكله الرد بالانس اولى ها يبقى بينا تاني عشان كده كبلت كولكتنج كولكتنج تو بيوز اوف بلاكيد بالمايوجلوبين يبقى تاني الكاتيكولا مين انا لسه سايباه فبقول له بلادر مشبوع وبيناسب اليورين ده عنده انستيزيا وعنده كوب بيرد ايه الكوب دي جدع الكوكين هم سموه بارا كوب طيب في ايه بيسموه اينتي في حاجات اسمها ستريت نيم طب الشارع حسب ما بيسموه خلاص الرينال عمل رينال فيلر عمل رينال فيلر للاحتجاج كونفرنس فيدي رد مع هتعرفي كمان حبه ده كاتيكولا مين انكريست تمبريتشر تبقى ما نفس انكريست تمبريتشر هايبر ثيرمي فيعمل كونفرنشن ها هايبر ثيرميا يطلع لك الميوجلوبين يسد الكيدني يعمل لك كيدني فيلر يبقى قفلي بقى على دول ونمسحهم عشان ما نتلخبطش خلاص انا مش عايزاها ادخلي لي بقى على السي ان اس والسي بي اس بتقولي لي السي بي اس كاتيكولا مين يبقى انكريز باو انكريز بلاد بريشر ذن انا طب هنا انكريز باو انكريز بلاد بريشر برضه ذن انا نفس الكلام انه كاتيكولا مين فبيعلي الدنيا تمام بتخلي بالك بقى هنا مشهور بالبتوع اللي بيشربوا حشيش يقوم يقع كوسترال هايبوتنشن ده مشهور الباسو كونستريكشن الشديده بتاعته ممكن تجيب انفكشن وانجينا يبقى زودي لي هنا حاجه وعاملين عليها ها لايف وده لايف يبقى ده بتاع احيانا تجيب لك الهايبوتنشن وده عشان الباسو كونستريكشن عنيفه تعمل لك انفكشن وانجينا ولكن بتنزل معاك طيب وصلنا بقى لاخر حاجه السي ان ان السي ان اس بقى بتاعتنا السي ان اس بقى هقسمها لحاجتين ايه الحاجتين بقى هقسمها الفيزيكال وهقسمها المنتل السي ان اس عندي فيزيكال الاثنين هياخدوا فيزيكال وبعدين هتكلم عن المنتل والمنتل طبعا اهم الفيزيكال ما انت بتقولي كاتيكولا مين اللي هو انكريز الفايتال ساين بامب بيعلى بلاد بريشر ضخات وانكريز ايه بقى بالمره للاثنين انكريز تمبريتشر انكريز ريسبيريشن طب ليه بقيت الفايتال ساين ما دول سي ان اس
يبقى increase the temperature increase the respiration. خلاص الاثنين. بس ده طبعا احنا في هايبرثرمي مع مضاد الهايبرثرمي تمام. وبيعملوا ايه الاثنين في الماكو ماينتك؟ يبقى بيعملوا دايليتد رياكتيف بيوبل. يبقى الاثنين بيعملوا دايليتد رياكتيف. هما اللي قتلوا مين؟ دايليتد فيكسد. تمام. ما انا بكمل بعيده الماكو ماينتك ما تخافيش. بص لو هذا حسيت هتتلخبط ارد بالماكو ماينتك انكريس فاكتور انكريس فاكتور انكريس تمبريتشر انكريس. انا بس بحب اقسم حاجتي. لكن انت لما تيجي تكتب عايز تكتب يعني تكتب تقول ده على ده على ده على ده نو بروبلم انكريز الفايت اوف لايف وخلاص انكريز بابليك 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 اوكي. ولكن هنا بس زيادة عنده الريد اي يقول لك عنده الايه بالسماط مجرسايبر انجكشن مش كده رمض انجكشن عليه عنده رايت اي عشان كده تلاقي دايما ان شاء الله ياخد سيجاره دايما ايه اللي بياخد سيجاره حشيش وكده دايما على طول تجيبه القطر عشان على باب البيت قبل ما هو بابا يشوفه يقوم مقطرهم ده عشان تبقى مقطر واضح جدا اي واحد يشرب السيجاره دي بيبقى عينيه يقول لك شارب ايه انت فيك ايه مع انه بيبقى سليم وكل حاجه بس اللي هي على طول يعمل الرايت اي دي مش مشهور عليها كده اوكي. طب ادخلي بقى دكتور على الاسبيريشن كله في بس ماينتك كله في الحكمة ينزل ما تخافش خلاص. طب وصلنا بقى للمنتل. ايه المنتل بتاع ده والمنتل بتاع ده؟ هي دي الاثنين مين يعني. انت ممكن زي ما قلت لك ما تحطهم على بعض بس الناس اللي وقفتهم بقى. تعالى بقى احكاية المنتل هنا. المنتل هنا قالك ايه؟ اول حاجة عنده sense of well-being. sense of well-being عنده ايه كمان؟ نمبر 2 السبشل سامسز بتقلق قوي. عنده ايه كمان؟ عنده سكشوال هالوسينيشن عنده. طبعا بس بعد كده ممكن تلاقي تقلق او ممكن في نفس الوقت يبقى عنده ديسفوريا. عنده ايه كمان؟ عنده ديس اورينتيشن تو تايم. عنده ايه كمان؟ عنده disorientation to state. هي دي لو ما كتبتش المنتل يبقى انت ما كتبتش حشيش. يعني انت اي حاجه ما تكتبليش المنتل خالص. خلاص؟ يعني انت ممكن تقفل ايه؟ منتل وكاتيكولا مين وكل وبلادر. يعني في الكلمتين كاتيكولا مين عاملها كل وبلادر ها؟ حتى اوكي؟ ده الكي وورد والمنتل دي بس دي اللي بتذاكر يبقى دي بس اللي هتتذاكر. يعني ايه بقى؟ سنتو وان بينج الدنيا عالية معاه واحلام سعيدة. يعني ايه؟ سنتو وان بينج ده نقول ايه؟ سنتو فلوتيشن طارق الهوى دريمي ها؟ دريمي سيف يوفوريا قول اي حاجة بس اديني احساس ان الدنيا وردية خلاص؟ هو في الهوى ما بيشربوا ليه؟ هو بيشربوا ليه؟ بيقول لك انا خد واحد بس احسن بقى عيني بس لا تتضرب ما حسيت كده بقى بعيد ما كيف الدنيا كيف الارض لما فيه كيف الفرد مش عارفه ايه يعني الفتره دي بيبقى عالي او جيد صح. بيعلي السبشوال سنسز يعلي السبشوال يعلي الاوديتوري يعلي السبتايل يعلي الاوتاكري يعلي الفيجوال سنسز. عشان كده معظم الكوميكس الفنانين يعني الكوميديانات او الميوزيشنز اللي هما اللي ورا الفرقه ما ينفعش يقول انا ما بتصوتش. انا كنت بتصوت كما دي بتاعتهم. انا بتصوت انا بتاخد السيجاره قبل ما اطلع. حتى دي يعني متعرف عليها. يعني عارف انت بتشرب فنجان قهوه بشرب الشاي بتاعي عارف لو احنا قاعدين كده انتوا بقى كلكم معاكم كراريه اه دول ما عندهمش كلام حشيش. ده بيبقى قاعده عادي وما فيش حاجه وما فيش خوف ولا في حد هيدخل عليهم ولا في رعب ولا ممكن ما فيش خوف هيجي معاهم. يعني تضرب من الحشيش بقت ايه؟ ليه بيقولوا هما وكلامهم سليم ان هو فعلا بيحلل السوشيال سامبلز ايه؟ الكوميكس مثلا اللي هو الكوميديانات عندهم الخروج عن النص. فالكوميديان يبقى واقف في المسرح يقول الافيه بتاعه او الخروج عن النص يقولوا ما بيضحكش ما هو يا سيدي لا عادي السوشيال سامبلز ده عالي قوي. يعني ايه؟ يعني بيتلقى انا لو عملت كده يديني الافيه على طول يقوم علق عليا. ليه؟ بيتلقى اي حركه في المسرح بيتلقى اي حاجه بتحصل بيتلقى مثلا واحد بيتحرك في الصاله يقوم علق عليه بيضحك هناك. طب بص تلاقي الكوميديان اللي قدامه هيبقى زي اللقطه كده مش عارف يرد عليه. لازم يرد عليه عارف ان الطريق ان هو يتصرف معاه لازم يحصل الاختبار معاه. فبقى العمليه تبص تلاقي بقى ايه؟ مش بقى ومش ريد اي ولا كده مش ريد اي ولا بيت
عندهم سنتي بعد يعني الميوزيشن نفس الكلام يقول لك انا وانا بضرب ال الموسيقى داخلة هو تخشيش مخصص الكلمة بتاعته لما شفتهاش لو انا شفتهاش تحس ان انا تاني في السامع اول ما اخلطها اوف الويت بتاع يعني بس قد ايه فهي دي حقيقة. نمرة ثلاثة بيعاني السكشوال هالوسينيشن يعني السكشوال هالوسينيشن بقت قاعدة بيبقى فيها نكت قبيحة بيبقى فيها قد ايه يعني خلاص يبقى ادي الثلاث حاجات كده. ادخلي بقى على الديسكوريا العملية بقى معايا لو زادت في الكورة عرض يقلب بدل اليوفوريا لديسبير اند فير ها يبتدي بقى ايه كلنا هنقعد تراب ويبتدي بقى الحالة الموت يتقلب بقى للموت وكراين ويفتكر جده اللي مات من سنة من سنة وبتاع هو ما يبقاش اجراس يعني الحلو في الحكيم جبال زي الالكول انا جدع ويقوم يكسر لك الدنيا ويتخانق لا الحديث امير يقعد يعيط وكريمنج بس يتقبل بقى الكلام اللي متربع ده اسمها disorientation to time ما عندوش احساس للتايم خالص التايم بكل انواع يعني دول الساعه 3 بالليل جاي لك برضه شوكولاته جاي لك بيوره 3 بالليل ايه ده مش ايه كده يعني صغيره ولا 3 بس في حد بينام 3 يعني بيبقى التايم مفقود اللي بياخد شيش كتير. تاني حاجه هي دي الهديه بتاعه الافراح البلدي ده هديه للعريس الشباب بيبقوا بقى ايه ويدوا هدايا بقى منها الحاجات الزرقاء والحاجات الخضراء والحاجات الحمراء والحاجات كل شيء. هو بيبقى ليه بقى؟ ويبقى المجرب بقى عنده ديس اورينتيشن ستايل هو الولاد كلها فاكره انه بيعمل برولونجيشن للسكشوال تايم فبيديله احساس ايه؟ يقول لك ايه؟ يعني ما عملته خمس دقايق يوم الوالي جديد ده هيجاب له انه عمل خمس ساعات هو الولاد طلع اسمها ان هو بيجي بالضبط الاحساس اللي هو اللي هيعملها لكن هو ده ديس اورينتيشن تو تايم هو مش متخيل التايم قد ايه تمام ده بالعكس ده بيتسرع بشكل مش وحش خلاص فعشان كده تقول ديس اورينتيشن تو تايم ديس اورينتيشن تو سبيس ديس اورينتيشن تو يعني مش عارفه الباوند بتاع جسمي هدومي يعني ايه هو ده اللي بيسبب الكار ايلمنت يعني انا اجي لحد الشارع والعربيه خلاص هتخبطني انا فحد يجي يشدني يا راجل اديني ليه ما العربيه بتيجي يا ابني انا شايفه عربيه بتيجي يعني الباوندريز والسبيس مش مقدره ان السبيس حاجه بسيطه السبيس اللي قد كده فكان سبيس قد كده فعشان كده بيؤدي للكار ايلمنت خلاص هو ده التوكسيك دول اللي هما الثلاث حاجات بما معنى يعني اللي تمام طبعا الكورس اوف ذات يا ولاد لو قلنا الكوكين يعني انا ماشي على الكوكين لو قلنا الكوكين الكوكين نفس الكلام بس بهاي يوفوريا ماشي يوفوريا بس مشهور مع الكوكين زي الامفيتامين الست الرغايه سكتت قاعد طول ما هو قاعد يتكلم 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 على طول اي حاجه فده الشغل اللي عنده مشروع عنده الهالوسينيشن برضه بس يعني هو ده اللي عنده اللي انا خدتهم من الشله دي كلها هو بتاع اليوفوريا والتوكسيك والهالوسينيشن اوكي طب ايه الكودوب ده بقى الكودوب ده فين حد فشل هو فين حد فشل فين حد فشل بس في الاخر يموتك من كارديو باسكولار كولابس وسنترال اسيك ده الاثنين كارديو ماسكولار كولابس وسنترال اسيك مين طبعا سنترال اسيك عشان ما حدش يلخبط ها سنترال اسيك كارديو ماسكولار ماشي هايبرثيرميا اوعى تنسى الهايبرثيرميا بالذات لمين للكوكين بتاع الامفيتامين والادرينالين والكاتيكولامين الهايبرثيرميا ها هي دي في واحد من لعيبه اللي هم بتوع الماراثون والدورات الاوروبيه اللي هي مش اللي قبل اللي فاتت باي كريس بتاع مايكل كان اخر كان يعني حاجه منهم هو كسب اول ما وصل مات اول ما وصل كان هايبر ثيرمي لو اتضح من التحليل وكان اخذ مش فاكره يعني فاكر من حاجه منهم يعني لو مش مصادر يعني دي بياخدوها حتى محطوطه في جدول الدبل دراج يعني اي متسابقين لازم يشوفوا الكوكين والامفيتامين اي حاجه سيميلر يعني خلي بالك الكمامات الزياده بيموت من كار اكسنت يبقى الحشيش مشهور بالكار اكسنت
طيب وصلنا بعد كده بقى ايه سيبك من فوت موت فيتشر بتاعته لانه قلنا بيني وبينك ما يعني شاف منه. تعالى بقى لايه للانفستيجيشن بالتريتمنت. ايه الانفستيجيشن بتاعتهم الاثنين زي بعض ستاندرد خلاص الاثنين زي بعض روتين ندخل على الثلاثه سبيسيفيك. السبيسيفيك ده بتدوري على الدلتا 9 تترا هيدروكانابينول يعني ما ينوم عليه ما تشوفيش الحشيش نفسه لا تشوفي الماده الفعاله بتاعته في اليورين والبول في اليورين والدم. اما ده بتدوري على الماده الفعاله بتاعته اسمها دينايل اكسبونين دي الماده الفعاله بتاعته يبقى كل واحد بدور على الماده الفعاله بتاعته صح؟ الكتب ده ممكن انت تجيك الاثنين ماشي لكن دول اهم حاجتين. ما تنسيش في برضه هنا رينال فانكشن تست لانه بيعمل رينال ممكن نزود رينال فانكشن تست ممكن نزود ان احنا بندور على الميوجلوبين في اليورين ما دي حاجات الكيدني مش هو بيعمل رد مايوسيس فبندور على الميوجلوبين بندور على السي دي كي برضه زي الكريتين اللي هي ما احنا قلنا بيعمل رد مايوسيس مصر الكاسر فالبوكين مشهور عنه الحكايه دي ولكن انا اللي يهمني الكليتنتين مهم دي والمهم دي طبعا. يعني البوكين بص انا دايما ابص على الكي وورد الاقي في حاجه تنفع كولكتنج كيوبيوت طبعا على الاقل ده واي نوت رينا فانكشن تاك في السي بي كي بالمايكروبيك انيورين في اليوريا بالكرياتين الشله دي اوكي؟ دلتا ماين في دي الماده الفعاله الميتابوليك جولد بنزايل اك بونين بنزايل اك بونين الدلتا ماين تبقى مايك الكنابي نول يا جماعه من الحاجات اللي بتصدر في اليورين سخن كمان يوم فعشان كده الترند الجديد لو بتسمع مثلا ولد عندي في كليه الشرطه واحد عندي معانا في النيابه معاملين نيابه جولين دول كلهم يعني الدوره اللي فاتت دي معاملين نيابه كانوا نازلين بيعملوا لهم انتوا عارفين طبعا بيعملوا لهم امتحانات انترفيو مش عارفه ايه كشف طبي زي الشرطه كده وتحبيه كده زادت بقى حطوا لهم امتحان زياده امتحان زياده كان ايه؟ يجيبوهم فجاه طبعا يجيبوهم فجاه كان بيحكي خلاص يعني كان متقدم مثلا 5000 اللي نجح في الاخر 350 ماشي؟ جابوا 350 نجحت ايه خلاص اوكي يعني هيستلم امتى؟ يجوا يقولوا بكره هتستلم تعالى لنا يجي الصبح مش عشان يستلم فجاه خد عين الدور عيان الدول عشان يشوفوا الدول كمان تبقى شارك حشيش عيان من الاسبوع من اسبوعين من ثلاثة ممكن فالتصمية الخمسين في الاخر طلعين 120 فلان والباقي بس كمان تبقى عرض الكلام كان يماشي وقلوهم ايه بس مستشارين انا حتى البلد عشان كده بقى في ولاد عيني يقولوا والله كنت قاعد بقى انا في حشيش بس هو المصيبه بقى انه طلع الباب اللي فيه مكر شوف بقى قدر مستقبل فين كبسه في ايه بقى طبعا ايه اخذ البرد من الحته دي وابحثوا بقى اخذوا مني الرول النهارده يبقى عندنا بكره في يا معلم الواد عامل ناطع جاي للناس بعلبه البول بتاعته ما بيوافقوش الضباط هناك بيعمل ايه؟ بيخليه يدخل وامين شرطه معاه في الحمام وهو بيعمل يعني بص قد ايه؟ بص قد ايه الريستكشن ويطلع عليهم كده. فقلنا كانت بعدين مش كونديشن حرب نار.
فهو كان لهم مراوح، فهو بقى راح سابق هرمك راح سابق الملاحه احراز الوقت راحية. هو في حد حساب ده مع مروحة والفيلم ده؟ لا هو فعلا دي غلطة فعلا، لولا بس ان عندنا يعني استاذ كبير ربنا يكرمه لحقوا انه يعوض على طول صدق هذا المدان، لان ده كده الفاتح مفيش حاجة بحلمها مين ببطرة، ودي موزونة موزونة من الضابط، فهي ده مصابت اخر مصابش كده، بس هو بيديله قالوا اذا معاك كيلو وماضي على كيلو بتوزع ربع كيلو دلوقتي قالت عاد يوم نص يجيب العيال صغيره ويلاموا خلاص حاجه بقى برضه في حته اللي حكيت يا اولاد انتوا عارفين بتوع المال وكده، دي من حاجات الكار اكسيدنت معانا مسجلين، هقول لك ترانسبورتيشن انجلت اكبر دوله في العالم لقينا من ضمن الغلط دوت احنا ترانسبورتيشن انجلت في الاكسيدنت عندنا العربيات النقل والعربيات كل دول مسلمين كل دول، ما تتخيل بقى هو ماشي بالعربيه وانت بتبعد عنه دي الاورينتيشن بتاعي يا بابا بتتكلم في ايه؟ هو فكرت انك بعيد هو داخل ببراءه كل دول محششين، فعشان كده تخيل تعرف باذن الله نزله اوريدي يعني، بس هينزله في حاجات كده جميله زي الترمومتر هو جاي تخافوا تموت في بوقك تطلع على طول انك انت اخد حشيش على طول، هي دي بتاعت الحشيشيه دولتين بس اللي قدامهم اليابان ومصر بس امريكا، امريكا اولها غاليه جدا جدا، فهم عايزين ينزلوها ففي ايه؟ هم عايزين ينزلوها ليه؟ في ناس بقى معارضين في انفكشن وهيبقى فقال لك يا عم ده مش بوزابل المفروض دي تتربي كل واحد يجي لوحده، بس في مصر بقى مش كده خالص، كل واحد لوحده دي ما هي دي المشكله، فهم مؤاتنا يقول لك لا هنا مش شرط كل واحد لوحده، المفروض كل واحد لوحده تتصرف وترمي اللي بتصرف ايه؟ فاحنا بنقول حتى للي هي الطرق السريعه اللي بيحصل فيها يعني هي اللي بس ترانسبورتيشن اكسس. طيب اخر حاجه بقى تريتمنت ازاي يا معلم؟ لا ازاي يا معلم؟ التريتمنت نمبر 1 سبورتد ماني نمبر 2 ثلاثه اللوكال هيلث أربعة نفس الديموكراسي خمسة الاتصالات خلاص طب بص السيمبتوماتيك بقى ده وده الاي بي سي وخلاص الاثنين زي بعض الاي بي سي وعندي الهايبر كلوريد تمبريتشر اعملي كود فون يبقى اعملي الاي بي سي والتمبريتشر اي سي جي ماشي الاثنين ما فهمش حاجه ايه اللوكال انتيدوت بتاعتكم يا دكاتره؟ ما تسمعش الدكتور يبقى الثلاثة فتقوليش ده مكتوب ايه ولا مش مكتوب ايه؟ الثلاثة بيشتغل. طب وصلنا ضرارة الدولار في الهيموكارفيوجن الاثنين ماشي بس مكتوب عندك الكوكين عامل زي الامفيتامين، الامفيتامين اصله الكلاين ضرب، تلاقي الكوكين قريب منه. عارف ما تستخدمي فورس الاسيديك ضرارة بيني وبينك وحش. وحش ليه عشان الاسيدوزس قلنا؟ وحش ليه عشان الرينال فيلير برضه؟ ها؟ فبيني وبينك دي حتة نوت ريكومندد، يعني انا ما كتبتهاش في داهية لانها مش حلوة. ولكن انا بقولها ليه؟ انا هتلاقيها في الامثال من نفس النظام فورس الاسيد اللي خلاص؟ طب الحديث ليه بالتلقى الانتيدوت؟ لا ملوش في التلقى خالص. يعني عارفه بايه؟ لو لا ينفع فيه جاب الاخر. لو صاحي تدي شويه فاليو ولا فاليو مات. حسب يبقى ملوش حاجه معينه. والحديث يعني دايما التسمم ما فيش حاجه اسمها تسمم من حديث بمعنى لا بيبقى حاجه اللي بياخد حشيش ده بيبقى قاعد مع حاجه، لكن حشيش لوحده لا، لان حشيش مكشوف احنا. تمام مش بيقول انه يعمل تسمم، فبيبقى مين حاجه ثانيه. اوكي؟ تعالى بقى في الدراسه الانتيدوت ده. في الدراسه الانتيدوت معلش صلح عندك بقى. في الدراسه الانتيدوت مينلي في التولامين الفا بلوكر. عشان اعالج الانكريز بلاد بريشر بدي في التولامين الفا بلوكر او بدي صوديوم نيتروبروسايد صلح عندك. الصوديوم نيتروبروسايد برونكو دايليتر وليس الفا بلوكر. يبقى انا بعالج الانكريز بلاد بريشر ب فنتولامين وصوديوم نيتروبروسايد. فنتولامين ده الفا بلوكر، صوديوم نيتروبروسايد برونكو دايليتر. اوكي؟ ما ينفعش البروجرام رول، صلح عندك بروجرام رول اشطب عليه بيتا بلوكر كونترا انديكيتد. اوكي؟ ليه كونترا انديكيتد؟ لان البيتا اثنان ترفع للالفا هايبر تنشن. بتزودي التوكسيسيتي. ام اوبودينج الفا ها؟ فعشان كده الانكريس بلاد بريشر هم دول العلاج. في كمان اهم منهم ايه؟
قالك اهم منهم الفينوثايازين. ايه الفينوثايازين اللي مكتوب عندك كلوربرومازين؟ هو الفينوثايازين او الكلوربرومازين دي حاجات انتي سايكوتيك، حاجات للكونفالسنس والسي ان اس ستيمولانت وكده. يبقى مكتوب عندك كلوربرومازين هو نفسه الفينوثايازين. ها كتبتوا فينوثايازين وليثيوم، الحاجات دي انتي سايكوتيك، حاجات للجنون والسي ان اس ستيمولاشن وكده. ممكن استخدم ايه كمان؟ البنزودايازيبين. البنزودايازيبين اللي هو الفاليوم اللي هو دايزيبان. يبقى ركزي بقى لان دول هيتعبوا في الاسئله بالظبط. عندك اول دي بنزودايازيبين او دايزيبان للكونفالسنس تنيم وتهدي. نمره اثنين الفينوثايازين. الفينوثايازين او كلوربرومازين، مش لازم تقولي ليثيوم، في غاليه ليثيوم ده خالص، ده ليثيوم ده مش حلو. الفينوثايازين احلى. الفينوثايازين هو كلوربرومازين. ثالث دي عندك الفنتولامين الفا بلوكر. نسيتيه قولي صوديوم نيترو بروفايل. صوديوم نيترو بروفايل ده برضه ده ليثيوم. كل ده عشان عارف كده كريس بلاد بريشر وهايبرتنشن. ها؟ اوعي معلش تقولي البروفايل كونترا انديكيت. كونترا انديكيت لان ام اوفوردنج هيعمل لك ايه؟ مين اللي هيعلى لما دي تنام؟ انا فاضي الفا الفا ستيميليشن تعمل لك هايبرتنش خلاص. فيبقى خلي بالك دول هيتعادوا مره ثانيه في الانفيرمنت. اوكي اخر كلمتين بقى عشان اقفل ده واسمك الدين ايه على طول. اخر كلمتين يا ولاد الكرونيك حشيش والكرونيك كوكين. خلي بالك الكرونيك كوكين الناس اللي بتشم كوكين كتير الكرونيك توكسيسيتي منه بيحصل لهم perforation of nasal system. تعلم عليها دي هناخدها في العملي عشان عندهم برضه constriction للرابطه الراي بتاعت النون فيحصل لهم انصر في النون يحصل ايه perforation. يبقى perforation عشان الكوكين عشان بيعمل برضه constriction وعشان كمان adulteration. يعني ايه adulteration؟ يعني بيغشوه في السوق بحاجات زي السالك باودر بودره السالك او السانيتيليك اسيد باودر. ها الحاجات دي بتعمله irritation. يبقى الناس اللي بتقعد تشم كوكين كتير بيجي لها في الاخر perforation of nasal system. perforation of nasal system هبقول لك ايه الكود بتاعتها. ادي اول سي كوكين. هتعرف بعد كده كرونيك اورزنك بيعمل كده. هتعرف بعد كده كروميوم مين. هنقولها بعدين. المهم اعرف perforation ليه؟ عشان برضه constriction. الكوكين بيعمل برضه constriction. وعشان ايه كمان تاني سبب؟ بيتغش في حاجات elegant مش بيور. بيتغش في ساليسيليك باودر او طول ساليسيليك اسيد باودر. بص خد ساليسيليك اسيد اريكان او طول باودر. الكرونيك توكسيسيتي من الحشيش معلومه بقى ليك. الحشيش مفيش منه ادمان خالص. الكوكين ادمان ماشي، الحشيش مفيش منه ادمان. دي معلومه يمكن بيعترض عليها ناس كتير. انا بروح مثلا جامعات او كده ندي السيمينارات او مدارس بس بتعرف لا اكثر طريق انك توصل للناس دي الصدق. الطلبه عارفه اكثر من بالعكس. انا بتصفي معلوماتي مش من الكتب خالص. الكتب بتقول الحاجات اللي اتمرنتها. العيال صحابي دول بيقولوا لي المعلومات اللي اتمرنتها. فانا مالي مال امريكا؟ انا ولا بعرف حد في امريكا، انا مالي. دول اللي بيجيبوا لك الحاجات اللي طالعه دلوقتي في السوق نزلت امبارح قبل ما تنزلك الكتب. تماما. وقبل ما توصل الكتب بره والريسيرش اللي بنشتغل عليها بناخد وقت. العيال دي اصدق فلازم ابقى صادقه معاهم عشان يبقوا صحيحين. انا ببقى صادقه معاهم ليه؟ لان هم عندهم اخواتهم الكبار. قال لهم ايه؟ انا شفت حشيش ده انا شفت 7 سنين ولما حبيت ابطل بطل. لا دخلت مصحه بين نظام الافلام ولا عالج امام ولا مش عارفه الافلام الكونفرجنس والادمان خالص. هما اللي صدقوهم ان ما تاكليش. لو انا دخلت بقى وعملت كده وفي ادمان وكده فاكر ده بيتسحب حشيش. لا هي دي الحقيقه ما يجيبوش خالص. فالقيت طبعا اول ما تقول حشيش مفيش منه ادمان كانت ايه دي عم؟ يا بابا يعني اتكل على الله. اقول له اتكل على الله اشربه. عايز تاخده بس مستغنى عن حاجتين. اول حاجه بيعمل برين اتروفي سيل. يا حاجة تانية اللي بتوقفهم انه يعمل
decrease testosterone and decrease spermatolin يعني الإنجليزي. أول حاجة بقت دلوقتي مشهورة أول أسباب الإنفيرتيليتي العيال اللي بتشرب حشيش. ليه؟ لأن الواحد بيشرب من طول عادي، عقبال ما بيتجوز من 11 سنة بيشرب وصل 30 بطة، عنده تكريس التستوستيرون والسبرم كاونت والسبرم ومتنسوا. طبعا الكلام ده على الستات، بس انا بقول للولاد ليه الانفراد اكتر بثلاث وثلاث يعني، ولكن عند الستات ما بيش نوع اوبيوليشن. فطلع ان اول اسباب الانفرتيلتي ايه الاسباب اللي عماله ده كله تمرين تكتر ايه؟ طلع ان هو بيتعاطى من هنا. فعشان كده دي كلمه الصدق، وتلاقي الولاد على طول هيستجيبوا معايا كده. يكتبوا من اول ما يعرف ان ايه رجولته هتضيع يقوم خلاص. لكن ادمان لا، لو هتتكلم على الادمان وما صح وما تكلمنا لا اتكل على الله شكرا خلاص. الناس ناخد بقى احنا كده خلاص ناخد الدي ان ايه عشان امشي بقى بتوع ايه رمز الراجل. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.